السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي سالم المهيري، مدير التوظيف في شركة بيئة. مشاركتنا هاي السنة في معرض الوطن للتوظيف لاستقطاب المواهب من الكوادر الذي موجودة من أبناء المواطنين والمواطنات في جميع التخصصات الذي تساعدنا في مجالاتنا المتفرع في جميع الإمارات، وعندنا برامج تدريب الذي تشمل جميع المجالات اللي عندنا من تدريب من تطوير وثم تثبيتهم في هذه المجالات في شركة بيئة. فحياكم الله، زورونا وقدموا عندنا في شركة بيئة.